الرحيم. تعالوا اللجنة الرئيسية واللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة وباء كورونا المستجد ببلدية جردس العبيد عن تسجيل أول حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد، وهي الحالة الصفرية بالبلدية. عليه يطلب من جميع المواطنين الالتزام بالآتي: 1- الالتزام بالتباعد الاجتماعي وساعات الحظر. 2- إغلاق كافة محلات الحلاقة والمطاعم والتشركيات الخاصة بالمناسبات. 3- أي شخص يعاني من أعراض جهاز تنفسي التوجه لأقرب مرفق صحي مختص. 3- ارتداء الكمامات والقفازات الطبية في الأماكن العامة.